أنا ما بدي كل المصاري لأنه مشروعي تمويله أقل وأسهل. لك أنت ما بتتعلمي من تجاربك؟ هذا بالسياسة بسموه فشل. أنا ما بدي أعمل مجلة سياسية، أنا بدي أعمل مجلة عن المرأة اللي هي أصل الحياة ومركزها. جربناكي أنت ورفقاتك وشفنا شو طلع معكم. سلوى وسعدية كانوا عم يتحكموا فيي، هلا بدي أعمل المشروع لحالي وبدي نجحه. جميل، شبك شو صاير لك؟ اختي معك كلمة تمسخر علي. فشلك كلمة أفندي يتمسخر عليك. آخ لك مو بس انه تمسخروا على مشروعي، حتى سفيان تمسخر على مشروعي. ايه؟ وحضرتك جاي تحرد على السقيفة؟ لا، ايام السقيفة كلها راحت، وراح اجيهم جيمي شو راح يساوي. اصلا انا بطلت جيمي، انا جميل ابن نديم العلمي حفيد سعيد القبط. لك تقبر قلبي ان شاء الله، تقبر قلبي، تقبرني. شو هاد؟ شو هاد؟ أنا عم حقق حلم حياتي. لك بعد هالعمر نحن عم نعيش بأولادنا. لك شفتنا بالمشاريع والحكي الفاضي، الكنز الكبير هون عنا هون حبيبي.